اولا انا دائما كنعبر على السعاده ديالي وانا كنحضر من اجل اننا نتلاقى مع الجمهور المغربي فيما كان، سواء في اوروبا ولا في الدول العربيه ولا حتى في المغرب، لكن دائما صفه خاصه لما كتلقى مع خوتك اللي كتكون جديده ديجا زرتيهم، لانه زرتهم في الدوره الثانيه من المهرجان كريستال اللي كينضموا الاخ ديالنا يونس، واللي كنشكرو بزاف لانه فتحنا واحد النافذه، وماشي غير نافذه، باب على الجمهور ديالنا اللي عايش هنا في الخارج، ومن خلال اننا كنتلاقاو معه اولا كنصلوا معه الرحيم، وفي نفس الوقت كنقدموا لهم اخر الاعمال ديالنا. يعني ما كيبقاوش يتسناو حتى كدوز من بعد عامين ولا ثلاث سنين في التلفزيون، كيشوفوها في السنه ديالها وهكذا كيحسوا انهم فريمون داخلين معنا في الصوره، وكيعيشوا معنا في الميدان ديالنا الثقافي والسينمائي، وفي نفس الوقت كتكون فرصه للتحاور والنقاش ديال واحد المجموعه ديال المواضيع اللي ربما في كثير من الاحيان كيمكن البعض منا يهمنا في إطار كتابة سيناريوهات حول الهجرة والمهاجرين.